ينضم إلينا من قرية فصايل خالد بدير مراسل اللد. إذن خالد، ضعنا في تفاصيل هذه التظاهرة التي تزامنت مع اجتماع الحكومة الفلسطينية. نعم، السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ألقت بكل ثقلها اليوم المؤسسات والفعاليات هنا في مدينة في قرية فصايل في الأغوار الفلسطينية، اجتماع للحكومة الفلسطينية وكذلك للجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الوطني. وكذلك أيضا هذه الفعاليات تأتي طبعا للوقوف ودراسة وبلورة الخطط الفلسطينية المتعلقة بالرد على مخطط الاستيطان وكذلك أيضا مخطط الضم الإسرائيلي أن منوي تنفيذه في الأول من يوليو الشهر القادم. فعليا جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من الفلسطينيين من الوصول عبر القمع بالقنابل الغازية والحواجز على مداخل الأغوار، منعهم من الوصول هنا إلى حيث قرية فصائل إذ انتهى قبل قليل المهرجان. وأقر رئيس الحكومة الدكتور محمد شتيه عددا من المشاريع العاجلة في التنفيذ إلى الأغوار الفلسطينية. للحديث أكثر عن هذه المشاريع ينضم إلينا معالي وزير الزراعة الفلسطيني الأستاذ رياض العطاري. يعني بداية، حزمة عاجلة من المشاريع، هل هي كافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام تعنت وهجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني مجموعة التدخلات التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء هي تشكل جزءا من الاستراتيجية الفلسطينية في مقاومة مشروع نتنياهو الهادف إلى سرقة مساحة 30% من الضفة الغربية. هذه التدخلات يعني تشكل بمجملها منظومة اجتماعية اقتصادية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحديدا المزارع الفلسطيني، ولكن هذه التدخلات كما أشرت هي جزء، والمهرجان الجماهيري وهذا الزحف الذي جاء اليوم إلى هذه المنطقة، أيضا الحراك الشعبي هو جزء هام لإعلاء صوت الجانب الفلسطيني، لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني. الحكومة الفلسطينية واللجنة التنفيذية وكل الفصائل الفلسطينية وبتوجيه مباشر من سيادة الرئيس تعمل على استراتيجية هدفها الأساسي أن تفشل هذه الخطة وأن تبقى الأغوار هي أرض فلسطينية بامتياز. يعني ربما أمام هذه المحاولات والإجراءات الفلسطينية حزمة متعلقة بالمزارعين الفلسطينيين، وأنت تعلم واقع الزراعة هنا والملاحقات الإسرائيلية أمام ما يتعرض له المزارع. نعم، الحقيقة أن يعني حزمة القطاع الزراعي كانت اليوم ضمن التدخلات هي الحصة الأكبر نظرا لطبيعة الأغوار. هناك سيكون دعما سريعا ومباشرا للتجمعات البدوية في الأغوار التي تحمي الأغوار والسفوح بالأغوار تحديدا. هناك أيضا دعم كبير للمزارعين الفلسطينيين، وهناك أيضا إطلاق لخطة العنقود الزراعي في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، في منطقة أريحة والأغوار الوسطى. دولة رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة خصصت 5 مليون دولار خلال 6 شهور القادمة فقط لدعم المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية وفي منطقة الأغوار الوسطى، كما سيكون هناك مجموعة من التدخلات الخاصة بتوزيع جزء كبير من أراضي الأوقاف بإنشاء التعاونيات الزراعية النسوية والشبابية. سيكون هناك دعما للجمعيات الزراعية بالآلات الثقيلة والجرارات الزراعية. نحن نتحدث عن حجر أساس هام في هذه الاستراتيجية، وأنا أعتقد أن صمود الشعب الفلسطيني في الأغوار يحتاج إلى دعم كهذا الدعم وربما أكثر في الأيام القادمة. أمام ما تنفذه الحكومة ووزارة الزراعة وكافة الوزارات، إسرائيل تعمل في الجهة المقابلة، البؤر الاستيطانية لا تتوقف، كيف ستبدو المعادلة على الأرض في التنفيذ؟ نعم، الحرب يعني والصراع بين الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار هو صراع على كل شبر إن لم يكن على كل سنتيمتر، ولذلك كما أشرت الاستراتيجية الفلسطينية لا تكون فقط على الدعم وإنما بالأساس على التصدي الجماهيري. هذا الزحف الذي شهدناه اليوم وهذه الحواجز الموجودة، هذا معناه أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من الديموغرافيا الفلسطينية، ولذلك خطة الحكومة بالأساس كيف نعزز
يعني المواطن الفلسطيني، وكيف ندفع بالشباب الفلسطيني وبالمستثمر الفلسطيني إلى هذه الأرض من أجل أن تكون وتبقى الديمقراطية الفلسطينية هي التي تحكم وهي التي تتحكم بالسيادة على الأغوار. شكرا جزيلا لك وزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رياض العطاري على هذه الكلمة والتوضيحات. بالفعل رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد شتية أقر سلسلة من المشاريع، وذلك لجذب الاستثمار وتعزيز الديمغرافيا الفلسطينية في مناطق الأغوار أمام طبعا الحكومة الإسرائيلية التي تضخ موازنات ضخمة وبالمليارات وملايين الشواكل لتعزيز طبعا وتكثيف التواجد الاستيطاني في المشاريع الاستيطانية، البؤر الاستيطانية. أيضا هذه الفعالية التي تأتي في هذا المشهد لربما تتواصل أيضا على الميدان من خلال طبعا الإجراءات الاحتلالية، شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال قمع عدد من الشبان، أصيب العشرات بالاختناق نتيجة إطلاق القنابل الغازية في مواجهات على مدخل قرية فصائل، وأيضا شرطة الاحتلال تتناوب وجيش الاحتلال في تحرير المخالفات للسائقين الفلسطينيين للحافلات التي قامت على إيصال عدد من المشاركين هنا، البقية طبعا قامت بإرجاعهم على الحواجز. فعليا هي تظاهرة كبيرة يعول من خلالها الشارع الفلسطيني طبعا على الجهد الدولي وعلى الجهد الإقليمي العربي بالتأكيد لمحاولة الضغط على إسرائيل خلال الفترة القادمة. نحن نتحدث عن أسبوع يفصل عن تدهور لربما الأوضاع أو التنفيذ أو عدمه في ظل طبعا إصرار إسرائيلي وتعنت إسرائيل لتطبيق كافة السياسات المتعلقة في الأغوار بما يعرف. شكرا جزيلا لك من قرية فصائل خالد بدير مراسل الغد.